أهلا بكم. رغم الإعلان عن اتفاق الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الحكومة الحالية في العراق مصطفى الكاظمي على إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية العاملة في العراق نهاية العام الجاري، إلا أن المراقبين اعتبروا هذا الاتفاق مجرد مسرحية دبلوماسية على حد وصف صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وقال بيان مشترك لبايدن والكاظمي إن العلاقة الأمنية بين البلدين ستنتقل إلى مهام التدريب وتقديم المشورة والمساعدة، ولن تكون هناك قوات أمريكية قتالية في العراق بنهاية 31 من شهر كانون أول عام 2021، وأن الجنود المتمركزين في القواعد العسكرية الأجنبية هم فقط للمساعدة في الحرب على تنظيم داعش. ورغم الضجة التي صاحبت هذا الإعلان عن هذا الاتفاق، لكن الناشطين والمراقبين العراقيين يؤكدون أن الانسحاب الأمريكي من العراق ليس انسحابا كاملا على غرار ما يجري في أفغانستان، وإنما هو إعادة التموضع للقوات الأمريكية فقط أو تسمية لمهامها. حقيقة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق وتحويل مهامها من قتالية إلى دور استشاري ودعم وتقديم الخبرات فقط وفق إعلان بايدن الكاظمي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا ينظر إلى اتفاق الكاظمي مع بايدن على سحب القوات الأمريكية من العراق على أنه مجرد مسرحية دبلوماسية؟ وهل فعلا تحولت مهمة القوات الأمريكية في العراق من المهام القتالية إلى دور الدعم والاستشارات العسكرية والدعم فقط؟ وما مصير العملية السياسية وقواها إذا ما انسحبت فعلا القوات الأمريكية التي توفر الحماية الكاملة لها منذ 18 عاما؟ وما دام الكاظمي أبرم اتفاق سحب القوات الأمريكية مع بايدن، فهل ستفكك الميليشيات وفرق الموت الخاصة التي كانت وما زالت تقدم نفسها بصفتها مقاومة ضد هذه القوات؟ ولماذا رحبت قوى العملية السياسية بهذا الاتفاق بينما تشكك فيه الميليشيات وفرق الموت الموالية لإيران؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، كاتب سعد الله، حامد الصراف. لم تنتظر الإذن من أحد عندما احتلت العراق لتخرج منه عندما يطلب منها ذلك. هذه هي أمريكا، وتلك طريقتها في احتلال المناطق، تدخلها بما يتوافق مع مصالحها وهدفها، وتكيف وجودها هناك بما يخدم ويتناسق مع ظروفها. وكذلك في العراق منذ عام 2003، وبقي هذا الوجود طيلة السنوات الماضية وإن تغير شكله أو اختلفت مراحله. فلا الكاظمي ولا من سبقه ولا من سيخلفه يستطيع تغيير هذا الواقع، ولا يمكن أن يأتي التغيير من منظومة تأسست أركانها على التبعية للخارج وتحقيق مصالحه، حتى جمعت بين الانصياع التام للأهداف الإيرانية والرعاية غير المشروطة للمصالح الأمريكية. ميليشيات إيران كما تظهر شعاراتها تريد إخراج القوات الأمريكية، لكن حراكها العسكري ضد قوات التحالف والمصالح الأمريكية لا يعدو ضربات غير مؤثرة. الهدف منها حمل رسائل إيرانية إلى أمريكا في ظل المفاوضات النووية المعقدة، كما أن إيران هي من تتحكم بإيقاع هذه الميليشيات دون أن تكون لها إرادة مستقلة. ملف إخراج القوات الأمريكية من العراق أصبح ورقة تتاجر بها الأحزاب والكتل كنوع من الدعاية الانتخابية كلما اقترب موعدها، وكذلك تستخدمها لإرضاء الجانب الإيراني. لكن لا يبدو أن أي أحد من المطالبين بالخروج الأمريكي يسعى لذلك حقيقة، فلقد اعتادت القوى السياسية على وجود توازن بين الاحتلال الأمريكي والإيراني، ويساهم هذا التوازن في بقاء حالة الفوضى في الدولة، وهذه الحالة تناسب عمليات الفساد والسرقة وبناء إمبراطوريات مالية من ثروات البلاد المنهوبة. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في حقيقة الاتفاق واتفاق انسحاب القوات الأمريكية من العراق الذي وقع بين الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، وتحويل مهام هذه القوات من مهام قتالية إلى مهام الدعم والاستشارة وتبادل الخبرات وفق طبعا البيانات الحكومية. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن الأستاذ كاتب سعد الله الخبير في العلاقات الأمريكية العراقية، وأيضا معنا الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد
الصراف. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. نبدأ، أهلا وسهلا، نبدأ مع دكتور رافع. دكتور رافع، أنصار هذا الاتفاق أو المستبشرين به يقولون أن وضعا جديدا في العراق ولد أو سيترسخ لناحية استرداد السيادة الوطنية الكاملة، الاستقلال، استقلال القرار العراقي العسكري وحتى السياسي بعد هذا الاتفاق، وأن هناك اعتماد كامل على القوات في العراق في مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. هل فعلا الأمور عريضة هكذا؟ يعني آمال عريضة، أو الوضع متفائل كما يقدم من قبل أنصار الاتفاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، أحييك أولا وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. يعني ربما أستعير من صحيفة نيويورك تايمز ما وصفته بكل هذه، كل هذا الوضع بالمسرحية. حقيقة هو مسرحية، لأنه لا يمكن أن تقنعني وتقنع أي بشر أن ما حصل بين العراق وأمريكا هو ما كانوا يسموه حوار استراتيجي. الدولة التي تحتل بلدا لا تحاور جراءها، هذه حقيقة واضحة. أمريكا لا تحاور العراقيين، لا تحاور أي رئيس وزراء ولا تحاور أي حكومة. أمريكا تبلغ فقط مصالحها، أينما تقف، أينما تريد تفعل ما تريده، هكذا هي أمريكا. الآن وصلت مصالحها إلى أن تبلغ الحكومة بهذا الشكل، بلغته ليس أكثر. أما هذا الاستعراض الذي جرى في واشنطن، هذا مجرد مسرحية ومحاولة لتلميع الكاظمي وتقديم منجز على أنه قد حققه، يعني ربما لأغراض الانتخابات، ربما لأغراض إعادة انتخابه مرة أخرى، تثبيته على الحكم، لا أعرف، يعني جزء منها. لكن أن يكون هناك مباحثات وأن تكون هناك يعني استراتيجية ورؤى وأفكار لدى العراقيين فرضوها على الأمريكان بهذه الطريقة، هذه كذبة كبيرة ولا يمكن لأحد أن يصدقها، هذا أولا. ثانيا، أمريكا أولوياتها تغيرت في العراق منذ عام 2003 لحد الآن. الأولويات التي دخلت فيها العراق عام 2003 واحتلت العراق لم تبقى هي نفسها، يعني كانت أوليتها تدمير العراق، أضعاف العراق، إرهاق العراق، هذا كله تحقق طوال هذه 18 سنة، تحقق وتغيرت الأولويات. يعني بتغير الرؤساء كنا نسمع أن هناك استراتيجيات جديدة في التعامل مع العراق. كل هذه الاستراتيجيات فيها تفاصيل قد تختلف من رئيس إلى رئيس، لكن كان الهدف الأساسي الثابت في كل هذه الاستراتيجيات هو تدمير العراق وبقاء ضعيفا، ولذلك اتفقت، هذا ما سميناه التخادم الأمريكي الإيراني، لذلك اتفقت إيران والولايات المتحدة في هذه النقطة، نعم، أن يبقى العراق ضعيفا، وهذا هو جزء من التخادم الإيراني الأمريكي في العراق. أما الانسحاب هذا أو البقاء، هذه يعني مسرحية ليس أكثر. يعني دعني أقول لك، أنا لست عسكريا وليس مختصا بالشؤون العسكرية، لكن ماذا يعني إذا نقل 2500 جندي أو 10,000 جندي أو 100,000 جندي إلى قاعدة أخرى قريبة من الحدود العراقية، أو قاعدة كبيرة في أي بلد آخر؟ هل ممكن أن يعيق الأمريكان في التصرف؟ القضية هي ليست في عدد من يتواجدون على الأرض من الأمريكان، لكن دكتور، القضية ليست متعلقة بعملية مناقلة للجنود من هذه القاعدة إلى تلك القاعدة وإعادة التموضع. نعم. هناك تعريف، نعم، جديد لمهام القوات الأمريكية من، نعم، قتالية، نعم، إلى مشورة ودعم وتبادل الخبرات والمعلومات فيما يسمى الحرب على الإرهاب. اولا، هي قوات عسكريه، فلا يمكن الحديث عن قوات عسكريه غير قتاليه وقتاليه، هذه يعني فريه جديده لا احد يسمع عنها. نعم. قوات عسكريه ومسلحه بأحدث الاسلحه وكل الدعم اللوجستي العسكري اللي موجود عليها والاقتصادي والسياسي، وبالتالي لا تتصرف بنحو عسكري، واذا ما هجمت واذا ما استدعت الحاجة والمصالح الأمريكية لا تستخدم السلاح، هذه كذبة كبيرة الحقيقة، وهذه لعبة كبيرة. ثانيا، كل هذه الاتفاقات التي جرت تتناقض مع الاتفاقية السابقة الملزمة للعراق اللي عقدت في عام 2008 في عهد المالكي، الاتفاقية الأمنية هذه الاستراتيجية البعيدة المدى، كل هذا اللي يتحدثون عنه يتناقض معها، فهي باقية، والقوات الأمريكية هي المتصرفة. نعم. وحتى علاقات العراق السياسية والاقتصادية والعسكرية وتدريبه وتسليحه إلا بالموافقة الأمريكية.
هذه كذبة كبيرة، يلعبون على الناس ويحاولون إلهائهم لكي ينسوا حقيقة الواقع. نعم. خلينا أيضا نتحول إلى واشنطن، ضيفنا من هناك الأستاذ كاتو سعد الله الخبير في العلاقات الأمريكية العراقية. مساء الخير أستاذ كاتو. أولا مساء الخير لك أستاذ ماجد ولضيفيك وللمشاهدين أينما كانوا. أهلا وسهلا، شرفاء بهذا اللقاء الأول. الحقيقة الكثير من المراقبين عراقيين وغير عراقيين ينظرون إلى هذا الاتفاق الذي أبرم بين الكاظمي وبايدن على سحب القوات الأمريكية من العراق، تحويل مهامها، تعريفها من قتالية إلى دعم ومشورة وما إلى ذلك، أنه الحقيقة مجرد مسرحية دبلوماسية كما وصفتها صحيفة نيويورك تايمز، وأنه لن يكون هناك انسحاب أمريكي من العراق. والحقيقة أنت منهم أيضا، لا ترجح وترفض أو لا تعتقد بأن أمريكا ستنسحب من العراق، لما؟ طبعا أنا قلت وذكرت قبل أيام في لقاء نفس الكلام اللي عاد الدكتور رافع. نعم. حول الانسحاب والقوات العسكرية. نعم. هي قوات عسكرية فعلا، يعني أنت كيف تميز القتالية عن غير القتالية؟ وثانيا أنه الأمريكان من جاءوا بطلب من العراقيين ومن حكومة العراقية، ولم تكن قوات قتالية ولم تشارك في الحرب يعني البري مع القوات الأمنية الأخرى أثناء حرب العراق على داعش والتحالف على داعش. هذه قضية أنا لا أريد أن أجادل كثيرا، قلت رأيي وسأبقى على رأيي أنه لا انسحاب كلي. الانسحاب هو انسحاب عام 2011 عندما تم انسحاب كافة القطاعات العسكرية وإخلاق كل القواعد العسكرية الأمريكية، هذا تسمى انسحاب. في أفغانستان تسمى انسحاب. طبعا نأتي على سبب هذا الجدل العقيم، يعني منذ حادثة المطار في مقتل سليماني أبو مهدي المهندس، منذ ذلك الحين البرلمان العراقي والكتل المعروفة تريد إخراج القوات الأمريكية انتقاما للضربة التي وجهتها الأمريكان إلى هؤلاء الأشخاص. ومنذ ذلك الحين حقيقة كان هناك تغيرات كثيرة في الواقع العراقي، وهنا بدأت الجولة الثانية والثالثة وإلى أن انتهت الجولة الرابعة، ولكن الأمريكان مصرين على البقاء، وعندما يريدون أن يرحلوا سوف يقررون بدون حياة مثل ما قرروا الانسحاب من أفغانستان. فهذا الموضوع أستاذ ماجد، يعني حقيقة أنا قبل يومين قبل أن يغادر رئيس الوزراء الكاظمي التقيت بطلبا منه وتحدثت معه حول هذا الموضوع، وكان هناك نقاش بيني وبينه، وأنا قلت المشكلة ليست عندك، المشكلة بين دولتين تسمى إيران وأمريكا، والمفروض كنت تنأى نفسك من هذا الموضوع، لأن هذا كلها جعلت من الحكومة غير منتجة وتتجه إلى الخدمات وإلى أمور أخرى، وكان العراق يعني وضع نفسه في مأزق. المفروض كان هناك أنت كرئيس حكومة تقول للأمريكان وللفصائل بأن هذا الموضوع لن يهمني لأن أنا أريد أن أخدم الشعب العراقي، وكان تدع الأمريكان والفصائل أنهم يواجهون بعض. ولكن هذا الوقت كلها يعني دا يذهب ويقنعون العراقيين اليوم الجولة الثانية وجولة الثالثة. وأنا قلت أيضا، قلت أنت كنت هنا قبل سنة والتقيت بترامب، وكذلك كان هناك عديد من الاتفاقيات المشتركة من استثمار إلى الطاقة. نعم. إلى غيرها. ماذا حدث بعد سنة؟ لا شيء. فالموضوع أخي العزيز كان الكاظمي يريد أن يأتي مثل ما ذكرت بأنه وقع وطلب من بايدن بأن يعلن أنه يسحب القوات القتالية، والأمريكان يعون جيدا ويقدرون وضع الرجل فقاموا بهذه الأمور. فإذا نجحت خير على خير، ولا أعتقد بأن الفصائل صاحبة الشأن ستقتنع بهذا البيان والقرار الذي أخرجت. نعم. منه. لذلك فعلا الميليشيات سارعت إلى عملية التشكيك بنية الأمريكيين بالانسحاب، وأنه هذا الاتفاق أيضا كأنه
وصفته أيضا بأنه غير حقيقي أو مسرحية. خلينا أعيدك إلى بداية الحديث أيضا، تحدثت أنه القوات الأمريكية موجودة بطلب من حكومة، طبعا الحكومة في العراق حكومة العبادي أيام سيطرة داعش على ثلث المساحة من العراق. الآن الحكومة وحتى الأمريكيون يتحدثون عن انتهاء تنظيم داعش، يعني الآن داعش، وطبعا الحكومة في العراق تحتفل بالانتصار على داعش. إذا كان المبرر أو السبب قد أزيل، لماذا الأمريكيون باقون في العراق؟ من قال لك بأن الأمريكان يقولون بأن تهديد داعش انتهت؟ المؤتمر الصحفي بين وزيري الخارجية بلينكين وفؤاد حسين، وشددوا الاثنان بأن محاربة داعش يعني واجب أخلاقي على التحالف الدولي. نعم. فلم يعلن أحد بأنه انتهى موضوع داعش، لا الأمريكان وحتى العراقيين. لا أرجوك تنظيم داعش. لا اسمح لي. العراقيون، الحكومة العبادي أعلنت الانتصار على داعش وأن داعش قد قسم ظهره. نعم، ولكن نعم. هذا لا يعني أنه داعش انتهت. نعم، انتصروا بإخراج داعش من المدن المحتلة من قبل داعش، وليس معناه أنه داعش. يوميا نشوف يعني أكو هناك هجمات على القوات الأمنية، وهناك يستشهدون مدنيين. فأين انتهت قوات يعني تنظيم داعش؟ لا أحد يعترف. بالعكس، الآن التحالف الدولي توسعت أكثر، وحتى هم في نية بإرسال قوات الناتو إلى العراق 4500. شوف أخي العزيز أخ ماجد، في الأمريكان، خلي أقول لك يا باختصار، إنهم لا يريدون أن يكرروا خطأ 2011. باختصار إنهم انسحبوا 2011، صار اللي صار وكلف على العراق وعلى أمريكا مليارات الدولارات. فهم لا يريدون أن يأخذوا مرة أخرى نفس الخطأ ويقعوا فيه، إلى أن يشوفون انتخابات قادمة وحكومة قوية، وكذلك هناك إجراءات أخرى ستواجه هذه الفصائل في الأيام القادمة. سوف نرى وننتظر. أشكرك دكتور حامد الصراف، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ ماجد. دكتور، الحقيقة منذ سنين في الخطاب السياسي والإعلامي للحكومة لقوى العملية السياسية جميعا كنا نسمع أن هذه القوات الموجودة في العراق هي قوات للاستشارة. طبعا هذا الكلام حتى ينطبق على القوات، على الوجود الإيراني، أن قاسم سليماني والحرس الثوري قوات ليست قتالية، وإنما قوات تقدم استشارات، تقدم التدريب في العراق، تبادل الخبرات. لكن نكتشف بعد ذلك أن هذه القوات قتالية، كما جرى في هذا الاتفاق، أنه تحولت مهمة القوات الأمريكية من قتالية إلى مهمة التدريب والاستشارة. ربما بعد سنة نكتشف أنها قوات مقاتلة. هذا اللف والدوران، أو هذا اللعب على المفردات وعلى الألفاظ، ما يقال يعني الحقيقة في الليل يختلف عما يقال في النهار، إلى متى سيبقى؟ شكرا جزيلا أستاذ ماجد على الاستضافة، تحياتي لك ولضيفيك الكريمين. أهلا وسهلا دكتور. ولجمهوركم الأعزاء. الحقيقة هذه ليست مسرحية فقط، وإنما خديعة واضحة لا تنطلي على أحد، لا في الداخل العراقي ولا في الإقليم، يعني في منطقة الشرق الأوسط ولا في العالم. يعني تفضلت حضرتك سؤالك جدا منطقي، أنه يبقون كمستشارين وثم يعني يجلون، أو مثل ما يقال ينتهي دور المقاتلين والمستشارين يبدأ بالاتفاقية. طب مين اللي يأكد ومين يثبت أنه هؤلاء الذين سوف يبقون إذا 2000 أو 2500 هم فعلا مستشارين؟ وإذا صح هذا الكلام، أي مستشار، أي عسكري مستشار برتبة أو حتى بدون رتبة، يحتاج لحماية، يحتاج لمقاتلين بودي جاردز. يعني ما معقولة أن يكون تبقى هذه المجموعة من المستشارين بدون أن تكون حماية عسكرية مقاتلة، يعني في حالة هجوم أو في حالة مجابهة أو في حالة اقتحام. خصوصا وأنه إحنا خلينا نكون أيضا واقعيين، الانسحاب ماذا يعني؟ يعني أنه هناك أفراد ينسحبون فقط؟ ما هو قاعدة عين الأسد وقاعدة حرير سوف تكون من أهم وأكبر القواعد العسكرية في منطقة الشرق الأوسط للأمريكان
وهي بدأت الحقيقة بدأت الآن حتى تستقبل قاعدة عين الأسد تستقبل البي 52 يعني الطائرات العملاقة. فمدرج المطار ثم الأنفاق ثم المخابئ اللي موجودة هذه حجم هذا التواجد العسكري الأمريكي لا يحده عدد المقاتلين أو المستشارين، إنما التواجد الأمريكي موجود وهو تحدي كبير الحقيقة، وهو سبب خلينا نكون صريحين أيضا واحد من الأسباب أتى بالثاني اللي هو الميليشيات ونفوذ إيران والتواجد الأمريكي. الغزو الأمريكي اللي صار في 2003 الحقيقة فتح الأبواب على مصراعيها إلى إيران وإلى نفوذها وإلى ميليشيات التي فرخت أعداد كبيرة من الميليشيات الولائية. هذا السبب الحقيقة خلق أجواء مريرة بالنسبة للعراقيين. العراقي دكتور الشعب اسمح لي العراقي دكتور ليس له دكتور هذه مرحلة كما تقول حكومة قد طويت أصبحت من الماضي. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول يقول لم نعد بحاجة إلى أي قوات قتالية أجنبية، هناك حاجة مستمرة لتبادل الخبرات، القوات العراقية الآن يمكن الاعتماد عليها كليا. عزيزي أستاذ ماجد أني أيضا هذه النقطة مهمة، التصريحات شيء الكلام شيء والواقع العملي يعني الفعل شيء آخر، لا تؤخذ الأمور بالأقوال وإنما بالأفعال. الأفعال الحقيقية اللي كان المفروض تطبق تفعل في الاتفاقية الاستراتيجية التعاون الاستراتيجي الأمريكي العراقي ليست فقط تواجد أمريكي عسكري أمني، وإنما هناك فقرات مهمة جدا لمصلحة الشعب العراقي، منها الاستثمارات، منها الطاقة، منها التعليم، منها الثقافة، منها إعادة الإعمار. هذه استثمارات الشركات الكبرى الأمريكية كان يجب منذ 2008 تاريخ التوقيع على الاتفاقية وانسحاب القوات الأمريكية في كانون الأول 2011 كان المفروض يصير تفعيل لهذه الفقرات، لأنه العراق يمر الآن بأزمات اقتصادية بدمار البنى التحتية بسبب الاحتلال الأمريكي. فكان واجب على الأمريكان أن فعلا يعوضون الشعب العراقي خيرا، أولا استثمارات تقليل البطالة ثم إعادة الإعمار ثم إنهاء المشاكل الحقيقية، الطاقة والصحة والتربية والتعليم وكثير من الأمور الآن اللي بدأت تتراكم منذ الاحتلال لغاية الآن. هذه نتائج منطقية طبيعية للغزو ولتدخل إيران في العراق وللصراع الإيراني الأمريكي. ما هي هاي القصة بكاملها، هو بيت القصيد، هذه قضية الصراع الإيراني الأمريكي على الساحة العراقية وتصفية الحسابات فيما بينهم ومن يسبق ومن يبقى ومن يرحل، هذا هي القصة بكامل. شكرا دكتور. إذا المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن حقيقة الانسحاب الأمريكي من العراق ضمن الاتفاق الذي وقع بين بايدن ورئيس الحكومة الحالية في واشنطن مصطفى الكاظمي، وتحول عنوان هذه القوات من قتالية إلى مهام التدريب والاستشارات العسكرية. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث هذه الحلقة في اتفاق انسحاب القوات الأمريكية من العراق الموقع بين الكاظمي وبايدن وتحول مهام هذه القوات من قتالية إلى استشارية ودعم وتدريب. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، الأستاذ كاتو سعد الله والدكتور حامد الصراف. دكتور رافع الفلاحي، هذا الاتفاق إذا ما نفذ فعلا
هل بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، هل تعتقد أن العملية السياسية يمكن أن تستمر وهي المعتمدة بالكامل على هذه القوات في توفير الحماية والدعم لها، وقد وقفت معها في كل التحديات التي واجهت هذه العملية من مقاومة عراقية، من تظاهرات 25 شباط وهذه ثورة تشرين الحقيقة المستمرة، أن هذه العملية ستستمر إذا انسحبت القوات الأمريكية ورفعت الغطاء عنها؟ أستاذ ماجد، يعني قبل أن أجيبك على هذا السؤال، يعني نعم. إذا سمحت لي فقط أعقب، ربما أضيف شيئا. الأستاذ كاتو كان يقول أنه يعني الأمريكان لا يريدون أن يكرروا الخطأ اللي ارتكبوه في عام 2011 بالانسحاب من العراق، وينتظرون يعني إلا أن يتأكدوا، إذا ما انسحبوا هذه المرة إلا أن يتأكدوا أن هناك انتخابات قادمة وهناك حكومة قوية وهناك يعني وضعية ثابتة في العراق. أنا يعني مع احترامي لرأي الأستاذ كاتو، أنا أرى الأمور بشكل آخر، أرى بالشكل التالي. في عام 2008 يعني الأمريكان عندما انسحبوا عام 2011، نعم ارتكبوا خطأ كبير، لكن الخطأ لا يتعلق بوجود يعني لأنه الوضع في العراق غير مستقر وحكومة غير مستقرة ويريدون هذا الوضع، لا يريدونه. هم يعرفون من البداية أن الحكومات كلها التي جاءت في الاحتلال هي حكومات مملوكة لإيران، قوى ميليشياوية، وساعدتها إيران، ساعدت هذه القوى الميليشياوية على أن تنمو وتكبر وتتسلح وقاتلت تحت حمايتها. وما حصل في الموصل وما حصل في الأنبار وفي صلاح الدين واضح، كانت هذه الميليشيات تقاتل بالحماية الأمريكية، كان الجو مؤمن من الحماية الأمريكية. وما حصل في الموصل كان واضح جدا، أمريكا كانت تمهد ساحة المعركة لهم لكي يدخلوا، وكانت تعرفهم وتعرف هي، وهي من أنشأت هذه الميليشيات، وهي من أشرفت عليها، وهي من وافقت عليها، وهي من أدخلت إيران إلى العراق. هذه النقطة. فلذلك أي حكومة تقوم لا يمكن أن تكون قوية، لأن الهدف هو ضعف العراق، وإيران لا يمكن أن تقبل بأن العراق يقف على قدميه، ولا يمكن أن تتشكل حكومة قوية وانتخابات نزيهة ووضعية مستقرة في العراق ما دامت إيران موجودة وأمريكا تعرف هذا. فإذا هذا الموضوع دكتور انتهي. دكتور نعم. مع حقيقة نعم. ما تفضلت به، هناك من يقول أن الوجود الأمريكي الآن في العراق يحقق توازناً بل ردعاً للتغول الإيراني. أمريكا إذا ما انسحبت من العراق فإن إيران ستبتلع العراق بالكامل. سأقول لك، لذلك أنا سأتحدث في هذا الموضوع، هذا ما أردت أن أصل إليه. نعم تفضل. سأقول لك أن أمريكا نعم ارتكبت خطأ كبير بانسحابها بعام 2011، ليس من أجل هذا الذي حدثنا عنه، لكن أمريكا أدركت، وكل هناك مراكز دراسات وقوى وعقول كبيرة في أمريكا أدركت أن النظام الدولي الجديد في طور التغير، أن أمريكا هذا النظام الدولي الجديد الذي أعلن عنه أمريكا تسيدة العالم سينتهي، وهناك نظام جديد يولد من جديد، فيه قوى متعددة، فيه قوى تسعى أن تكون هي رقم واحد. نعم. وأولها الصين وروسيا ودول كثيرة. وفي ما يخص هذا الموضوع الصين بالذات في عام 2008، لذلك أمريكا اكتشفت أنها أخطأت كبيرا. عام 2008 2009 النمو الصيني، النمو الصيني وصل إلى 11.9%. نعم. فيما النمو في أمريكا 2% في ذلك الوقت. ميزان الموازنة التجارية، ميزان الفائض التجاري الأمريكي الصيني لصالح الصين في ذلك السنة بمقدار 266 مليار و300 مليون لصالح الصين، والصين صارت أكبر دائن خارجي أجنبي للولايات المتحدة. باختصار دكتور. نعم. هنا بدأ الخوف الأمريكي جدا جدا من الصين. نعم. ولماذا تخاف من الصين؟ الصين لديها الآن هذه المنطقة، منطقة إيران، منطقة العراق، منطقة الذهاب إلى وروسيا في سوريا. فبالتالي النظام الدولي الجديد إذا ما الصين سيطرت على كل هذه البقاع، نعم، ووصلت على مشارف البحر الأبيض المتوسط، ستعيق أمريكا وستضغط على الدول الأوروبية. نعم. وستغير النظام الدولي الجديد لصالحها. الصين لديها عام 2049، وهذا معلن في استراتيجيتها، تقول
سأكون في عام 2049 يعني بعد 25 سنة سأكون القوة الأولى سياسيا عسكريا تكنولوجيا اقتصاديا. شكرا. وهذا ليس بزمن بعيد، يعني 25 سنة قريبة جدا جدا. فبالتالي أمريكا تخشى من أن تذهب إيران لصالح هذا التحالف، وتخشى أيضا، وهذا هو جزء من عند هذا التغول اللي هي لا يهمها التغول الإيراني. دكتور اسمح لي دكتور، لكن يهمها فقط هذه النقطة وسأترك. يهمها أن لا تحصل إيران على السلاح النووي، هذه ضد موافقة إسرائيل. يجب أن لا تكون إيران دولة نووية في المنطقة، وهذا جزء مهم، وأن لا تكون جزء من تحالف صيني روسي في النظام الدولي الجديد. هذا الصحيح. أشكرك أستاذ كاتو. في تقرير لمعهد تشام هاوس في لندن يتحدث، ينقل أن معظم القادة العراقيين يدركون أهمية وحيوية الوجود العسكري الأمريكي في العراق، بما فيهم السياسيون الذين لا يتحدثون عن هذا الأمر علنا أو أنهم يهاجمون هذا الوجود علنا. برأيك لماذا هذا الخطاب النفاقي المزدوج المخاتل من قبل القوى العملية السياسية فيما يتعلق بالوجود الأمريكي في العراق؟ أستاذ ماجد أنطيني فرصة لأنه ما أعرف الدكتور متكلم، خلي يعرف الدكتور. أنا أول من المساهمين في عملية المعارضة، ودخلنا عام 2003 ولكن لم أشارك ومتابع لقضية العراق قبل 2003 وإلى يومنا هذا. نعم. خلي أقول له السبب الرئيسي لا تتحمل فقط أمريكا ولا إيران ولا جهة أخرى، بل تتحمل البداية. أنا أقول لك وبكل صراحة السنة في البداية 2003 لم يشاركوا بالعملية السياسية، وهم كانوا أول المقاومين للأمريكان واحتلت مناطقهم بعد الاحتلال. الآن يقولون نحن ندعم القوات الأمريكية ونريد نشارك بالعملية السياسية، وهناك أشخاص يمثلون السنة وكان لهم دور، يستطيعون أن يغيرون المعادلة، ولكن مع الأسف أخذوا اتجاه آخر. فاللوم عليهم أيضا على السياسيين، أنا لا أقول أنه كل السنة. هذا واحد. اثنين، أنا من أقول أمريكا الآن إجا بايدن، من يجي أي رئيس أمريكي هناك له استراتيجية يخليها، يعني هي استراتيجيات الأمن القومي تبقى ثابتة، مثل ما تحدثت صين وما أدري إيران وهالصراعات، هاي كلها هاي تابعة ثابتة يتفق عليها الجميع. ولكن الرئيس الأمريكي يستطيع حكومته الجديدة أن يقيم ويحدد كيفية التعامل، مثلا تغير من إدارة ترامب التعامل مع العالم، كيف كان يتعامل مع أوروبا مع الصين، عن سياسة بايدن بالتعامل مع الدول الأخرى. فهذا اللي أقصده، بايدن وحكومته الآن يقولون بأن العراق سبب كل هذه المشاكل والانفلات، نريد حكومة قوية. ليس كالأخطاء السابقة اللي يعترفون بها بأن يأتون بحكومة بدون تعالفات سائرون ويعني الإصلاح والفتح ويشكلون حكومة، لا، يريدون كتلة واحدة تشكل الحكومة وتتحمل وتدعم بوقتها الولايات المتحدة والدول المجتمع الدولي هذه الحكومة اللي تتشكل، لأنه وصلوا إلى قناعة. أرجوك، لأن الوقت ضيق والحقيقة يبدو المؤشرات غير مشجعة على حتى إجراء الانتخابات أو مشاركة في الانتخابات. بس سؤالي عن قضية هذا الخطاب المزدوج أو المخاتل لقوى العملية السياسية لجهة الوجود الأمريكي أو انسحابه. يعني هؤلاء السياسيين يعلمون جيدا، حتى اللي يعني يقولون نريد إخراج القوات الأمريكية لا يقولون الحقيقة. يعني حتى أنطيك يعني إثبات على ذلك، عندما وقع الاتفاقية بين الكاظمي وبايدن في البيت الأبيض، كانت كتلة الفتح بقيادة هادي العامري أيضا هنأ هذه الاتفاقية. فمعناه ليس مثل ما يتكلمون للإعلام، بالحقيقة هم يريدون بقاء القوات الأمريكية، لأن يعلمون جيدا إذا انسحبت القوات الأمريكية اليوم ستذهب العراق إلى الفوضى والانهيار، مثل ما حدثت في أفغانستان، كيف طالبان
سيطرت على 95% من أفغانستان بمجرد انسحاب القوات الأمريكية، فهم يعلمون جيدا هناك مخاطر، يعرفون جيدا بأن القوات العراقية ليست لديها القابلية بصد أي هجمات إرهابية. واليوم أمريكا تحاول بوضع يعني ستكون في مواجهة حقيقة، وأنا لا أعتقد بأن هذه الفصائل المقاومة. طيب استاذ كاتو اسمح لي أيضا ماشي، لماذا الأمريكيون سينسحبون بشكل كامل من أفغانستان بينما في العراق هذا يعني هذا النموذج غير موجود؟ جواب سهل جدا، لأنه في أفغانستان كان هناك فريقين، الحكومة الأفغانية وطالبان، نعم. بينما في العراق لدينا ما شاء الله 60-100 حزب وفصائل لا تعد يعني ما يعني تتعامل ويا منه الولايات المتحدة. نعم. نعم. يعني مثلا الحكومة تقرر شيء كتلة سياسية تقول له لا، عندنا الأكراد عندنا السنة منقسمين شقين، الأكراد غير متفقين، الشيعة لا تشوف وضعهم الآن، الفصائل لا تسمع لكلام الحكومة. نعم. فعندك القوات الأمنية العسكرية الدفاع الحشد الشعبي، يعني ما تقول لي أمريكا تتعامل ويا منه. نعم. وفي أفغانستان هناك جهة وجلست معها وتفاوضت، أما في العراق فهناك جهات عديدة وكل جهة تابعة إلى دولة، فهذه هي المعضلة لعدم يعني توصل. نعم. إلى اتفاق مع هذه الجهة اللي أنت تحدثت عنها. أشكرك. المفارقة أن صحيفة الجارديان البريطانية اليوم عادت نشر تقرير أو سلط الضوء على دور خبير الإرهاب الأمريكي جيمس ستيل ودوره في إنشاء الفصائل، في إنشاء الميليشيات وفرق الموت الخاصة وتفجيره للعنف الطائفي في العراق، وطبعا كان وثائقيا قد بثته شبكة البي بي سي البريطانية قبل عدة سنوات. دكتور حامد الصراف، مقتضى الصدر الحقيقة دعا إلى ما سماه وقف العمل العسكري للمقاومة ضد القوات الأمريكية بعد اتفاق الانسحاب الأمريكي في العراق، وطالب بوقف العمل العسكري للمقاومة مطلقا ودعم القوات الأمريكية من الجيش والشرطة لاستعادة الأمن وما إلى ذلك. المفارقة الحقيقة أن هذه الهجمات التي كانت تجري ضد السفارة الأمريكية طبعا وضد قواعد عسكرية بطريقة عبثية أو طفولية، الكل كان يتبرأ منها ويتهم أنه طرف ثالث من يقوم بها، الأمريكيون يقصفون أنفسهم، هذه العمليات تقوم بها تنظيمات تابعة للسعودية والموساد والإمارات وما إلى ذلك. الآن اتضح أن هذه مقاومة وهي التي أخرجت الأمريكيين من العراق. الحقيقة هذه أيضا مفارقة وفيها شيء من الازدواجية. قبل الإجابة على سؤالك، ولو الحقيقة كان شوية الصوت غير واضح، أعيد عليك دكتور السؤال باختصار شديد إذا ممكن. مقتضى الصدر دعا إلى وقف ما سماها المقاومة ضد القوات الأمريكية بعد اتفاق الانسحاب، هذه العمليات التي كانت تجري ضد السفارة الأمريكية والقواعد الأمريكية ومصالح أجنبية وأرتال وما إلى ذلك كان يتبرأ منها، بل وتتهم بأن من يقوم بها المخابرات الإسرائيلية موساد أو السعودية أو الإمارات، الآن اتضح أنها بحسب مقتضى الصدر أنها مقاومة ولها الفضل والدور في إخراج القوات الأمريكية من العراق. أنا قبل الإجابة على سؤالك أستاذ ماجد إذا تسمح لي فقط تعقيب على كلام الأخ كاكم سعد الدين من واشنطن، سعد الله كاتب سعد لما يقارن بين أفغانستان والعراق وقال أنه هناك رغبة أمريكية بأن تتوحد الحكومة، يعني حكومة قوية في العراق، يعني مو فرق عديدة 60 فريق أو كذا. أنا الحقيقة فقط يعني رد بسيط، من خلق هذا الوضع في العراق بعد 2003؟ نعم. من قسم الشعب العراقي؟ نعم. من خلق نظام المحاصصة المقيتة؟ من جاء بي يعني أراضي للقوم لحكم العراق وهم طائفيون يعرفون جيدا أنه العراق سوف يقسم، جزء يبقى إلى نفوذ إيران وجزء إلى النفوذ الأمريكي والأجزاء الأخرى مشرذمة. الآن لا توجد مخابرات دولة صغيرة أو كبيرة في المنطقة أو في العالم إن لم تجد هناك نشاط واضح في على الأرض العراقية على الأطلاق. اللي يتحمل مسؤولية هما دولتان بالأساس هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي خلقت نظام المحاصصة المقيتة. نعم. منذ مؤتمر لندن وسلمى خليل زاد وجاء بريمر
في العراق، وقسم المجتمع العراقي وممثلي سنة وشيعة وكذا. صحيح السنة اعتذروا، لكنه التقسيمات الأخرى كانت واضحة جدا، أنه الشعب العراقي تم تقسيمه وليس هناك ولاء للوطن. نعم. لا توجد ثوابت وطنية في كل القسمة اللي جرت منذ 2003 لغاية الآن. هذه واحدة. اثنين، الفساد. من شجع هؤلاء الفاسدين على الإغال بأعمالهم وتشكيل ميليشيات ومافيات فساد وعصابات جريمة منظمة؟ الأمريكان إذا كانوا ما يعرفون فهي مصيبة، أما إذا يعرفون هم ممررين القضية بهذا الشكل فالمصيبة أعظم، لأنه هم دولة احتلال. في النهاية يجب أن تكون هناك مسؤولية سياسية دولية وأخلاقية، لكنه للأسف الشديد اللي حدث بالعراق واضح جدا أن هناك مؤامرة كبرى حاكتها أمريكا ونفذتها معها إيران. أشكرك. أما بخصوص المقاومة إيه؟ باختصار دكتور، وقعدنا الوقت جدا ضيق. إيه؟ باختصار شديد كلها هي هذه دعاية انتخابية. لا توجد مقاومة بمعنى المقاومة في العراق. نعم. على الأطلاق لا توجد مقاومة وطنية، لا شريفة ولا غير شريفة. نعم. هناك أوامر إيرانية، هناك تبعية أوامر لميليشيات ولائية، وهناك منافسة على كسب الأصوات إن جرت الانتخابات خلال أكتوبر القادم. لذلك أنا أقول طيب دكتور، عطفا على السؤال بدقيقة، هل ستفكك الميليشيات بعد الانسحاب أو إبرام هذا الاتفاق، على اعتبار أن هذه الميليشيات تقدم نفسها مقاومة ضد الاحتلال وفي ضوء دعوة مقتدى الصدر ستفكك، لأن وجودها كان ضد داعش، الحكومة أعلنت الانتصار على داعش، الآن القوات الأمريكية ستنسحب وبالتالي لا مبرر، العلة قد انتفت بدقيقة إذا سمحت؟ الميليشيات لا تفكك إلا بتشكيل حكومة طوارئ عراقية، حكومة انتقالية من الجيش الوطني، من الشرفاء قادة الجيش العراقي الحقيقيين ومن التكنوقراط. هذا النظام يجب أن يسقط، انتهى دوره هذا النظام، أصبح إكسباير. واضح. أستاذ كاتو عندك تعقيب إذا تفضل، بس عندنا بضع دقائق. أستاذ ماجد، هو ما أفتهم أنه أنت سألتني سؤال قلت لي لماذا لا تتفق، أنا جاوبت على سؤالك، مو أنا اللي بدي أقول أنه نعرف جيدا أنه العراق كلها أحزاب صارت 60-70 حزب. نعم. أنا قلت ظهر ما أفتهم يعني أنا ما كان يوصل للصوت. نعم. ولكن بالأخير أخي العزيز، هذا هو الوضع العراقي. نعم. المشكلة ليست فقط أمريكا وإيران، أكررها، ماذا عن الأحزاب اللي تدعمها قطر وتركيا ودول سعودية وغيرها وغيرها؟ لا تركزون على أمريكا وإيران فقط، قد تكون هناك تأثير أكثر من دول صغيرة مما تفعله أمريكا وإيران. وشكرا. نقطة أخيرة خليني أسأل قبل أن أختم يا دكتور رافع، المفارقة أنه كأنه في العراق ليس نظاما سياسيا واحدا، قوى العملية السياسية الرئيسة رحبت بهذا الاتفاق، رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، القوى السياسية، رئيس الحكومة، في حين أن الحشد وقارة الحشد الذين يقدمون أو يقال أنهم مؤسسة عسكرية تابعة للدولة وتتبع القائد العام للقوات المسلحة الذي وقع على الاتفاق، الكل عارضت هذا الاتفاق، شككت فيه، هاجمته، رفضت. أستاذ كاتو. نعم. السؤال لي السؤال لك رفع. السؤال، في أمريكا ينظر إلى هذا النظام على أنه نظام واحد، مؤسسة عسكرية تهاجم هذا الاتفاق، قوى سياسية ترحب بهذا الاتفاق. نعم. شوف أخ أستاذ ماجد، أمريكا لا تنظر إلى الأشخاص، تنظر إلى النظام اللي خلقتها، وأنا أعتقد أنه أمريكا ما ممكن تقبل أنه هذا النظام اللي أسسه من عمل رغم مساوئه أنه تجعل تنهار، وأنا أعتقد بأن أمريكا ستدعم بكل قوة هذا النظام اللي وضعته، اللي قلنا مثل ما قلنا رغم مساوئه. طيب أستاذ كاتو خلي أسألك سؤال، آسف على المقاطعة، راح أقاطعك هواية. طيب إذا كانت أمريكا تحترم هذا النظام الذي أسسته ورعته، هناك قرار في البرلمان يدعو إلى إخراج قواتها العسكرية من العراق، لماذا لا تحترم هذا القرار الصادر من نظام هذا النظام، برلمان هذا النظام؟ جيد جيد، هناك كميات القرارات كونغرس تأخذها،
بس لازم إذا الحكومة إذا الرئيس يرفضها خلص، فإذا الحكومة العراقية لماذا لا تأتي بصريح العبارة وتقول أنا أنفذ هذاك تشريعي هذا التنفيذي، والحكومة الأمريكية تتعامل مع الحكومة ما تتعامل مع البرلمانات. أشكرك دكتور رافع الفلاحي. في الدقائق الأخيرة الحقيقة أود أن أسألك عن نقطة أثارها الأستاذ كاتو في تحميل جزء من السنة في هذا النظام، تشوه هذا النظام، عدم ترسخه، عدم استقامته، برفض المشاركة، مقاومته وما إلى ذلك. أريدك فقط تعليق على هذه النقطة اللي أثارها الأستاذ كاتو ضيفنا من واشنطن. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ ماجد، لأنه يعني كنت أريد أن أعقب على هذا الموضوع. أولا يعني هناك قراءة غير صحيحة لواقع الحال، يعني قدمت قراءة غير صحيحة. نعم. من منذ عام 2003 وبعدها عندما جاء بول بريمر وحكم العراق، ومن يختلف معي في هذا الموضوع ليراجع كتاب بول بريمر عام قضيته في العراق وليقرأه من جديد ويعرف ماذا ما قال هذا الرجل. من البداية صمم نظاما وكتب في كتابه أنه إحنا جئنا إلى بلد بنسب شيعة 65% سنة ما أدري 20% كراد ما أعرف شلون، من البداية أقليات وأكثرية هكذا يتحدث. لذلك صممت العملية السياسية على أساس نسب محاصصية 13، ومجلس الحكم واضح عندما شكله 13% شيعة 5 سنة 5 كراد واحد ما أعرف شنو واحد آشوري واحد صابئي بهذا الشكل. فأنت شاركت أو ما شاركت، في كل الأحوال لو شارك كل السنة في العراق نسبتهم لن تتغير، هذه النسبة ثابتة. نسبتهم ايش قد 17% وما اعرف 20% ايش قد محدديها، هي هذه النسبه. نعم. ثانيا من قال ان السنه لم يشاركوا؟ الحكومه واطرافها والامريكان القوى التي كانوا يعتبرونها ممثله للسنه واللي هي الحزب الاسلامي شاركوا في عام 2500 شاركوا في الانتخابات. لكن قل لي الان واستاذ كاتو يسمعني والكل يسمعوني، كل رفاقهم فيما كان يسمى بالمعارضة العراقية وكل رفاقهم الذين أيدوا الاحتلال وكانوا معهم وشكلوا الحكومة ومجلس الحكم أين ذهبوا؟ ألم يتهمونهم بالإرهاب ويطاردونهم ويريدون محاكمتهم وقتلهم؟ وهذا واضح من الهاشمي وغيره ورافع العيسى وغيره، هذه كثيرة لا أريد أن أعدد الأسماء. فبالتالي هذه العملية إلا إذا كان أستاذ كاتو يقصد أن السنة لماذا قاوموا، هذا شيء آخر. إذا كان الموضوع عن لماذا قاوم السنة الاحتلال الأمريكي فهذا يعني ما أعرف شلون أتحدث عنه، لأنه لا يمكن لشعب في الدنيا أن تحتل قوى خارجية ولا يقاوم. نعم. إلا العبيد. والعراق من حقه وكل القوانين وكل الأعراف وكل الديانات تؤكد وتجيز مقاومة أي احتلال، وهذا احتلال واضح والأمم المتحدة اعترفت أنه احتلال، ليس كما يدعون انه تحرير ودول صديقه وما اعرف، هذه كذبه كبيره. وامريكا نفسها اعترفت انها دوله احتلال هي وبريطانيا. فبالتالي الذين قاوموا قاوموا الاحتلال. نعم. الا اذا كان هذا الموضوع، اما مشاركه السنه وتحميل السنه هذه نفس قضيه في عام 1921 عندما شكلوا الدوله العراقيه الشيعة لم يشاركوا لانه كذا وكذا، هذه كذبه كبيره ولعبه غير مقبوله. النظام في العراق شكل وفق عملية سياسية محاصصية بنسب معينة، شاركت ما شاركت هذه النسبة مالتك تأخذها، وبالتالي هذا الوضع هو المتكون. نعم أتفق مع شيء أساسي جدا، أمريكا تريد أن تحمي العملية السياسية، لأن في العملية السياسية بقاء خراب العراق وضعف العراق وارتهان العراق وبقاء العراق ضعيفا مفتتا مشتتا، هذه واقع الحال. إذا ما تغيرت. نعم. العملية السياسية، إذا ما جاء بنظام وطني جديد ورؤية جديدة واضح. وإطار وطني جديد ستتغير الصورة، وهذه مهمة الشعب العراقي طبعا. ولا على ذكر هذا دكتور الموضوع. عندنا دقيقة الموضوع دكتور. نعم. رافع اسمع دقيقة، عندنا دقيقة وضيفنا من واشنطن يريد أيضا يتكلم بها كم كلمة. طيب أنا أكتفي هنا وأشكرك شكرا. شكرا دكتور. أستاذ كاد تفضل في دقيقة. محاصصة كانت محاصصة وأنا كنت في مؤتمر لندن، كلنا متفقين على هذا، ولكن باعتراف قادة السنة الذين يمثلون السنة المكون السني اعترفوا بخطئهم بعدم المشاركة الجدية وبالانتخابات في عام 2050 وقاطعوا الانتخابات مما أدى إلى احتلال مدنهم. نعم. من قبل آخرين
هذا اللي نقصده. نعم. وإلا أنا أتفق معك، كانت هناك محاصصة ولا زالت المحاصصة مستمرة في العراق. يبدو أستاذ كاتو حتى الذين من القطاعات الشعبية شاركوا في الانتخابات يبدو الآن يعضون أصابع الندم على أنهم شاركوا في الانتخابات، والانتخابات في 2018 كانت نسبة المشاركة 17%، والمؤشرات كما يتحدث عنها طبعا يعني محبو العملية السياسية أنه قد لا تتجاوز 10%، وهناك قوى أيضا تقاطع الانتخابات أو انسحبت، ويبدو الوضع يعني الحقيقة ليس يعني لا يسوء. الوضع ليس جيدا، أنا لا غير نعم. متفائل بالوضع نعم. وأنا قلتها قد نعم. تؤجل الانتخابات، وكذلك قد نحن ذاهبين إلى الفوضى، أنا قلتها وأقولها شكرا. الآن أيضا شكرا للأستاذ كاتو سعد الله الخبير في العلاقات الأمريكية العراقية الأمريكية، كان ضيفنا من واشنطن عبر سكايب. كما أشكر الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وأشكر الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، وكان أيضا في هذه الحلقة عبر سكايب. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.